ربنا ايه يخليكي، الحاجات الحلوة اللي انت ربنا جايبها لنا يخليكي يا النهاردة رب، دي؟ ربنا يخليكي. هي الحاجات ديك يعني هي اصلا اللي احنا افتقدناه وبنحاول نرجعه تاني، صحيح لان صحيح، في ناس كتير مش ما تعرفش الكلام ده وافتقدت، او في ناس اصلا ما تسمعش عن الحاجات دي او ما شافتهوش. ايوه فاحنا بنحاول بالجيل بتاعنا يبقى لنا بصمه برضو دلوقتي وبصمه قديمه، ونوري الناس الحاجات الجميله. في ناس كتير اللي هو الغرب والتراكوه وكده بداوا يقدموا حاجات ريفيه، تمام؟ واحنا اصلا يعني احنا في مصر اصل الريف، يعني احنا اصل الريف، احنا اصل الحاجات دي كلها. ايوه فاحنا بنوري طبعا. بنحاول نوصل للعالم ان احنا الاساس في الحاجات اللي هي الريفيه، الحاجات الجميله دي، الحاجات بتاعت زمان. وان شاء الله باذن الله نقدر نقدم حاجه كويسه، يعني نوصل حاجه كويسه للناس باذن الله. انا عايزه اقول لك ان انت مفرح ناس كتيره جدا ربنا دلوقتي يخليك، بتتفرج علينا، لان ربنا انت يخليك. عارف العرايس الجداد والجيل الجديد بتاعنا صعب قوي ان هو يتعامل مع الرقاق والرز المعمر والسمنه البلدي والحاجات قله وباجور، ولا باسمه بابور. ايوه ده الوابور. ايوه، فالحاجات دي احنا اول مره نشوفها، فعرفنا كده انت جايب معاك ايه، وعرفنا هتعمل لنا ايه برضو النهارده. تمام. هو بص حضرتك، الوابور ده ايوه اللي كان اهالينا بيشتغلوا عليه زمان، اللي هو بيتحط فيه بقى اللي هو السولار او الجاز، ويبدا بقى هنا ده النفاث اللي هو بقى بيعلي وكده، وده اللي بيسلك الفونيا والجو القديم ده. ده واللي جو ده طبعا جميل. عايز اقول لحضرتك دي احسن من اي فلتر في الدنيا والله. والله العظيم. يعني دي اساسا يعتبر هي مش شلية بس تسقع الميه، ده هي دي فلتر اصلا. هنعمل لحضرتك النهارده باذن الله. يلا بينا. وده الرقاق الحلو اللي انت جايبه، مش ده النفحات. خطير بقى. الله يخليك. وعلى فكره والله بجد، هو لحد دلوقتي في ناس كتير في الريف نفس الموضوع، مفيش تصنع ولا حاجه، احنا بنعمل كل حاجه من الطبيعه. يعني انا حتى ما فكرت في فكره المحتوى، هي ما كانتش فكره. ما انا لسه كنت هسألك، جات لك اتفضل. منين بقى فكرة المحتوى دي؟ هي مش فكره، هي نقل واقع احنا عايشينه. احنا في الريف بنحب اصلا ومتمسكين بيه. في ناس كتير بدات يعني تزورنا تقول الله ايه الجمال ده، طبعا فحبينا نوصل الصوره زي ما هي، صحيح. زي ما حضرتك شايفه انا بطلع بكل حاجه طبيعيه، يعني انا مش بجيب اي حاجه، الادوات زي ما هي موجوده، الحاجات اللي موجوده، مش بنتصنع باي حاجه. طب لانشة التقطيع دي وريها لنا كده يا شيف، برضو مختلفة. لا ان احنا بنشتغل كل حاجه من الطبيعه، ما فيش اي حاجه تصنع خالص. فهي الفكره حلوة أوي. ما كانتش فكره، هي نقل واقع، احنا بننقل الواقع اللي عايشينه، ما فيش اي تصنع. وده اللي حبب الناس في المحتوى، ان ما فيش اي حاجه فيها تصنع خالص، ما فيش اي حاجه فيها فيك، احنا بننقل زي ما موجودين بالحاجه الطبيعيه، بالحاجه البسيطه بتاعت اهالينا بتوع زمان. ايوه عشان كده هي التمست قلوب الناس شويه. حلو قوي. طب قول لنا هتعمل لنا ايه النهارده بقى، والمقادير كله بقى يا جماعه يتفرج علينا دلوقتي، ورقه وقلم معاك يا ست الكل، وخدي بقى المقادير بتاعت ايه بقى، الرز المعمر احنا هنعمل والرقاق. الرز المعمر، لان اساس الريف اصلا هو الرز المعمر، يعتبر ده من اقدم الاكلات اللي احنا متعودين عليها. الرز المعمر هو اكله فلاحه دسمه، يعني هي سميت رز معمر ليه بقى؟ ليه بقى؟ لانها هي معمره بالخير، من السمنه البلدي واللبن والقشطه. سمنه بلدي ولبن وقشطه، كل ده في تمام. الرز المعمر. رز مصري، لبن، قشطه، سمنه، فعشان هو كده اتسمى هي رز المقادير معمر. كمان قدامنا اهو على الشاشه، تمام. صوروها يا جماعه، عشان بقى هنبدا دلوقتي في طريقه العمايل بقى الوصف. الرقاق ايوه طبعا احنا معانا الرقاق، تمام. وهنعصج لحمه، بصل، البهارات بتاعتنا، اللهم صل على السلام. هنجيب شوربه طبعا يلا بينا. طب نبدا بقى عشان الوقت يا شيف. ماشي يلا بينا يلا نبدا بقى. بينا. هتعمل لنا ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه هنعصج اللحمه. على ما نعصج اللحمه هنعصجها بحيث ان احنا نسيبها تتعصج، ونبتدي في الرز المعمر، لان ماشي تعصيج اللحمه بياخد وقت شويه. يلا بينا. معانا برضو يا جماعة الأرقام طبعا اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة دي، أرقام الفريق الطبي الخاص ببرنامج جو هيلثي. أي حد عنده أي مشكلة صحية تقدروا دلوقتي تتكلموا على أرقام الدكاترة. عايزين تخسوا، عايزين تتخنوا، عايزين تحافظوا على صحة شعركم وبشرتكم، كل حاجة خاصة بالفريق الطبي تقدروا من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدام حضراتكم تكلموهم، وهم في انتظار مكالماتكم، وتاخدوا كده الخلاصة زي ما بنقول من خلال مكالمة التليفون. طبعا صفحة البرنامج صفحة جو هيلثي، تقدروا برضو تبعتوا رسائل على صفحة البرنامج، وهرد عليكم بعد الحلقة مباشرة. يلا بينا. طب انا حطينا سمنة بلدي، بس السمنة البلدي هي شديدة شوية، فبنحط معاها سنز زيت عشان ما شوية زيت. تتحرقش. حلو تمام، ماشي، بحيث لو السمنة البلدي لوحدها هتتحرق. ايوه تمام. هنخلي بقى الزبده كده تسيح. تمام.
على النار شويه يا الاخر. حلو قوي. طبعا معانا البصل بتاعنا. ننزل بقى بالبصل. لا بص اقول لحضرتك على حاجه، في تعصيج اللحمه في ناس كتير بتنزل بالبصل الاول. انا صح بفضل. ايه بقى؟ أنا في ناس تقول لك ننزل بالبصل وفي ناس تقول لك لا ده انا انزل باللحمه الاول، ايه الصح؟ انا شايف ان في اللحمه الاول اللي بقى اللحمه لما تاخد صدمه تبقى احسن بكتير، بحيث ان هي مثلا في اكتريه الناس بتستخدم اللحمه اللي هي المجمده. ايوه. فاما احنا نديها صدمه الاول هي بتبقى يعني ايه، يعتبر بتنزل الفازفوره فيها اي حاجه. فنفضل هي تاخد صدمه الاول. حلو. ماشي. يبقى يا جماعه لما تعصجوا اللحمه المفرومه بننزل بالزيت او الزبده او السمنه زي ما هتحطوا بقى الماده الدهنيه، وبتنزلوا باللحمه على طول قبل البصل. دي معلومة حلوة وكويسة قوي يا شيف ابراهيم، محدش يعني كنا بنتلخبط فيها. في ناس بتختلف فيها. بس هي عشان بس ايه يعني بنملع اي زفارة، بالذات الناس كتير بتستخدم اللحمة المجمدة، فنضمن نفسنا ونديها صدمة الأول. تمام؟ هننزل باللحمة. يلا بينا. المفروض بقى اللحمة بتعمل تش، صح؟ أيوه. انا واخده بالي وملاحظه ان انت كل الحاجات اللي انت مستخدمها والادوات كلها من الخشب، البلانشة التقطيع من الخشب، المعلقه خشب، الطبق اللي كان فيه برضو اللحمه المفرومه، يعني كل الحاجات حاجات طبيعيه. هي حاجات طبيعيه وصحيه. وصحيه طبعا. فحتى احنا بنستخدم كل حاجه من الطبيعه وحاجات صحيه، ما فيش اي حاجه مضره، حتى بنستخدم سمنه زي ما بنستخدم لانها كلها بلدي. بص حضرتك هي عندنا بتتعمل نظام السمنه البلدي اللي هي الكور كده، اللي هي بتتعمل وتتكور كده، مش السمنه البلدي بجد بقى اللي هي تحفه. دي السمنه الاصليه بقى اللي ما فيهاش اي حاجه محطوطه من بره. بالظبط كده. كده بقى هندي ايه تشويحه كده، ندي تشويحه على النار للحمه. تمام. بصوا بقى يا جماعه، ما يغركمش ان احنا عاملين رقاق وعاملين رز معمر بالسمنه البلدي وعم نستخدم سمنه بلدي ومستخدمين حاجات ممكن ناس تقول لك لا ده بيتخن، لا 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 ده هيزودني في الوزن. احنا هنا هنعمل في الفقره الاولانيه الحاجات اللي انتوا كان نفسكم تاكلوها من زمان بالطعم الاصلي، وفي الفقره الثانيه هقول لكم ازاي تخسوا مع طبعا البوينتس اللي هقول لكم عليها او الخطوات البسيطه اللي هقول لكم عليها في الفقره الثانيه. فما تقلقوش خالص، اعملوا النهارده الرز المعمر والرقاق على طريقه الشيف ابراهيم شعبان وهقول لكم هتخسوا ازاي. وطبعا لو عايزين مستعجلين وعايزين تعرفوا هتخسوا ازاي، الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه دي ارقام الفريق الطبي، تقدروا تتواصلوا معاهم دلوقتي وهم هيقولوا لكم على سر الوصول للجسم المثالي والقوام المتناسق. كده احنا بنعصج اللحمه، انا ممكن نعلي النار شويه يا شيف. بس كده. اتفضلي. نحاول نعلي سنه اهو. تمام كده تعلم. تمام. طب ما بتحطش اي توابل بقى على اللحمه يا شيف؟ طبعا، بس تاخد بس لون وبعد نحط التوابل. ماشي. فبفضل برضو التوابل بعد اللحمه على طول، مش بعد البصل، بحيث ان اللحمه تاخد من التوابل والتوابل تاخد من اللحمه. يعني انت بعد ما حطيت اللحمه على السمنه هنحط التوابل على طول؟ بفضل التوابل الاول بحيث قبل البصل. بالظبط، ان هم ياخدوا من بعض. تمام. ومش بنستخدم توابل كتير برضه عشان ما نضيعش الطعم بتاع اللحمه، لان احنا مش محتاجين نضيع الطعم الاصلي الطعم يعني. بالظبط كده. ده جميل قوي يا شيف والله. يا جماعه ريحه اللحمه خطيره. انا ممكن اقلب انا وانت حط لنا التوابل بقى عشان وقت الفقر. يلا بينا. قول لنا بقى التوابل عباره عن ايه. بص حضرتك معاك فلفل اسمر. تمام. حط لنا بقى فلفل اسمر كده وكميات بسيطه برضه. ده الشيف نصرت ده اللي بيعمل كده. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنعمل كل حاجه يعني طبيعيه. حط شويه كمون. اوكي. يبقى كده حطيت فلفل وكمون. مش كتير برضه يعني، ايه حاجات بسيطه مش هنضيع طعم اللحم. اوكي. تمام. اوكي. في عندنا بقى السبع بهارات. ماشي. او بهارات لحمة على حسب المتوفر ده او ده. تمام. تمام. يعني برضه مش كتير، يعني كميات بسيطه. تمام. يا اما بهارات اللحمه يا اما السبع بهارات. تمام. اوكي. في ناس ممكن تحط توم فريش موجود او توم باودر عادي. ده بنحط التوم الباودر او التوم الفريش قبل البصل، صح كده؟ ده او بحيث ان هي كلها تاخد من بعضها قبل البصل يبقى مستحسن، بحيث ان اللحم يبقى فيها الطعم نفسه. تمام. تمام. نبدا بس نقطع ال ننزل بقى بالبصل دلوقتي. نقطع راس البصل. تمام. يا جماعه عايزه اقول لكم ريحه اللحمه خطيره
خطيره، تسلم ايدك يا شيف، خطيره بجد. انا حاسه ان انا قاعده في اجواء، عارف اللي هي المحافظات بقى، المنصوره، الحاجات الحلوه دي. ايوه احنا كلنا جنب بعضينا. يلا بينا، احنا عايزين بقى نجيب الرقاق بقى ونرصه كده عشان ايه الوقت يا شيف. احنا هنسيب اللحمه تتعصر تمام، ماشي، وهنشتغل في الرز المعمر. يلا بينا نشتغل، بس عشان انا عايزه الحق نعمل كل حاجه قبل ايه ما يخلص وقت فقرتنا. تمام، يلا بينا. حابه برضو افكر كل الساده المشاهدين، اي حد يا جماعه عنده اي استفسار او اي سؤال طبي، الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه دي ارقام الدكاتره بتاعت برنامج جو هيلثي، تقدروا تكلموهم في اي وقت، موجودين دلوقتي في انتظار مكالماتكم. اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه، اي حد عنده سؤال عن اي حاجه، عايزه اخس، عايزه ازيد في الوزن، انا رفيعه وعايزه ازيد في الوزن، عايزه احافظ على صحه شعري وصحه بشرتي، عايزه احافظ على عندي تساقط في الشعر، عندي مشاكل في بشرتي، عندي مشاكل ترهلات في جسمي، عندكم اي سؤال تقدروا دلوقتي بدل ما تروحوا للدكتور وتدفعوا الفيزيته بتاعته، ممكن الدكتور يبقى مسافر او مش فاضي او النهارده زحمه، تقدروا دلوقتي تسالوا دكاترتنا من خلال الارقام اللي ظاهره على الاسترابه دي، 6 ارقام، اي رقم منهم تقدروا تكلموهم دلوقتي وتسالوهم كل اللي نفسكم فيه، من خلال سماعه التليفون هتحصلوا على الاجابه. بس حضرتك هن يلا بينا نحط شويه صلصه. ايوه تمام، حطينا بقى حبه صلصه. يلا، لو صلصه عاديه مش هن، لو صلصه فريش مش هنزود ميه، الصلصه دي بنزود شويه ميه بحيث ان بنزود شويه ميه. ماشي، احنا بقى نسيب اللحمه تتعصج يا شيف، هنسيبها تتعصج ونشتغل في الرز المعمر. نبدا بقى في الايه، في الرز المعمر. يلا بينا الرز المعمر. قول لنا بقى ازاي نعمل الرز المعمر. تمام، ايوه. بص حضرتك احنا معانا الحلة بتاعتنا دي. تمام تمام، الصينيه بتاعتنا. الرز بنستخدم رز مصري. ماشي تمام، طبعا الرز ده مغسول اكيد. طبعا مغسول ومتصفي وزي الفل. اوكي، حطينا الرز في الصينيه. بنستخدم بنحط سمنه. تمام، يعني قطعه سمنه بقى. أيه. يا سلام، قطعه سمنه بلدي. اصيله، بلدي اصليه يعني من الاخر. بالظبط، وهنستخدم نحط القشطه برده. قد ايه بقى قشطه يا شيف؟ بس اقول لك على حاجه، احنا عندنا بيبقى في بركه شويه، فبنحط القشطه على يعني دي رغبه يعني عادي، احنا مثلا ممكن الكيلو ونص رز او كيلو ربع رز بياخد مثلا 2 كيلو لبن. تمام، ممكن نحط عليه قطعه سمنه اقل من ربع كيلو بشويه. يلا بينا، القشطه نفس الكريم. يلا بينا. تمام، بنحط نص كميه القشطه. تمام، والنص الثاني باذن الله بعد اللبن. ماشي، يلا بينا. اي حد بقى بيتفرج علينا دلوقتي يا جماعه نفسه في الرز المعمر يعمل الطريقه على ضمانتي وعلى ضمانه الشيف ابراهيم، عايزه اقول لكم هتطلعوا حاجه تحفه رائعه زي بتاعه بالظبط الاجواء اللي هي في الريف يعني. بس اقول لك حاجه، في ناس كتير بتقلب بالمعلقه الرز في بس انا بس يعني بس يعني ايه تستسهل وعشان يحصل ميكسنج كويس. بالظبط، مش هو الميكس بحيث ان كل رز يبقى فيها فيها السمنه وفيها القشطه. احنا ندعكها كده ببعضها. يلا بينا، يبقى احسن بحيث ان كل حاجه تبقى واخده من بعضها. تمام، كل رز مش سايبه سمنه ولا قشطه. بعد كده بقى هنحط اللبن يا شيف. احنا طبعا بنسخن اللبن. أوكي، عشان يعني الوقت يبقى اسرع معانا وعشان ايه الرز يستوي معانا كويس. احنا عايزينك تكلمنا شوية بقى على الحاجات الخشب الحلوة اللي انت عاملها دي، هل هي صحية اكتر طبعا من البلاستيكات او طبعا من الاطباق العادية؟ بالظبط، طبعا هي ما بتسيبش اي اثر في الاكل. ايوه، وحتى لو يعني حتى القطاعة. انا هقلب اللحمة بس عشان ايه تاخد كده التتبيلة بتاعتها. كمل يا شيف. بتبقى طبعا صحية اكتر يعني. بقى شوية ملح. ايوه، فش الملح برضو. ماشي، وبعد كده ننزل بالبصل. بالظبط، يلا هنزل انا معاك بالبصل. لسه ما خلصتش، بس عايزينك تقطع يعني. نقطع بقى صح؟ ماشي. يلا بينا نحط نحط بقى اللبن على الرز المعمر. بالظبط كده، يلا بينا اهو.
احنا كده يا جماعه الرز المعمر حطينا الرز مغسول ونظيف، وبعدين زودنا السمنه، وبعدين زودنا القشطه. هننزل بقى دلوقتي باللبن. هنحط برضه شويه ملح. يلا الملح نص معلقه كبيره كده. تمام ماشي. وادي اللبن اهو. تمام هننزل بقى باللبن عليه. يلا اساعدك. اتفضلي. يلا بينا. قد ايه بقى كميه اللبن يا شيف؟ انا بستخدم على الكيلو وربع 2 كيلو لبن. على الكيلو وربع رز وربع 2 كيلو لبن. تمام. في ناس بتفضل تحط مع اللبن ميه بحيث ان هو يستوى اكتر. ايوه احنا بنستخدمه كله لبن، يعني مش بنحط عليه اي ميه. تمام احنا شكلنا مش هنلحق كده يا شيف، لو معاك نسخه بقى تورينا. احنا كده حطينا اللبن على الرز صح؟ تمام. هتعمل ايه بعدها؟ كمل بس كده. يلا بينا. انت نزلت باللبن كله بالظبط. تمام. يتستوي فين بقى يا شيف؟ بص حضرتك كده الشكل بالنسبه لك هو هيبدا بقى السمنه والقشطه مع الغليان. خطير. الرز المعمر بيحتاج نار عاليه في الاول من تحت بحيث ان اللبن مع السمنه مع القشطه يبدا يفوروا. ايوه. اما يغلوا هيبداوا يعملوا وش فوق. الله. بعد كده بعد نص ساعه بنبدا نوطي خالص ونديله بس ايه نار من على الوش بس ان هو ياخد وش. ويعني طب ما الطريقه سهله ايه؟ سهله جدا. ليه معقدينها علينا؟ لا سهله جدا. ده بالنسبه لنا كده هيخش الفرن. يلا بينا، تعالى نعرض النسخه بس عشان نخلص حاجه، نعرض النسخه كده بتاعت الرز المعمر. تمام. انت عامل نسخه مش كده؟ بالظبط. يلا بينا، تعالى نعرض بقى النسخه لحسن، احنا فقرتنا خلاص بتخلص. تمام. يلا. اجيب لحضرتك ال يا ريت تجيب لنا النسخه كده. يلا بينا. ده انت حطيتها في الفرن. حلو قوي. محتاج حاجه تشيل بيها؟ قهوه. اتفضل. تمام. يلا بينا. ورينا بقى الجمال يا شيف ابراهيم. بصوا بقى يا جماعه، يعني في هنا قلبان من الاخر. على مهل. بسم الله. واو. لا خطير 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 خطير. تمام. تسلم ايدك يا شيف ابراهيم، رائع. بالنسبه للرز المعمر حلو قوي قوي، ده رز معمر، ده احلى رز معمر. الريحه طبعا هي خطيره، الريحه يا جماعه. هنا عايزه اقول لكم قلب الاستوديو في الكنترول عمالين يقولوا احنا عايزين ناكل. نخلص الفقره بسرعه عشان ناكل. يبقى ده هيخش ان شاء الله، هيخش نفس الطريقه. اوكي الصبح. هيطلع بنفس الشكل. حلو قوي. طب ما تورينا الرقاق كده بسرعه. تمام. يلا بينا. يعني ده خليه لنا بقى كده هنا. تمام. يلا عشان سخن بس. سخن. حطه لنا بقى في يعني حطه لنا هنا يا شيف عشان برضو ايه الكاميرا تجيبه بشكل اوضح. يلا بينا. تورينا كده الرقاق سريعا بسرعه. تمام. علشان خاطر احنا خلاص فقرتنا المفروض بتفنش. تمام. يلا بينا. انت بس قول لنا بقى الرصه بتاعت الرقاق، لان هي بتبقى مختلفه شويه، انت اكيد بيبقى ليك وجهه نظر مختلفه. تمام. بص حضرتك بقى، احنا هنحط البصل. وهنشتغل في الرقاق. يلا، اصل احنا مفيش وقت خالص يا شيف.